التحية بانطلاقة التاسعة في مجموعة أشواط صباح هذا اليوم وشوطنا التاسع الخاص بالإبكار هنا من هجن أصحاب السمو الشيوخ والسن هو الإذاعة. نتابع معكم ونسير مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى النخلية المنطلقة على الصدارة لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن هزيم المسافري. ولكن أرى الظبي، الظبي من تنطلق بهذه اللحظات من هجن الظبي وتتسلل إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هذه الهجنة التي دائما وأبدا تشاركنا أيضا بإمتاعها وإنجازاتها المتميزة مع محمد بن حمد بن رغش لوهيبي، بينما المركز الثالث القادمة هنا الشاهينية من هجن سيح السلام بقيادة عبد الله بن سعيل بالهايري من يقدمها بهذا الأداء، بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام رابع مراكزنا الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وخامس المراكز الشاهينية هنا هجن زعبيل ومتابعة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. وعلى المركز السادس تأتينا هنا الظبي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عتيق بن سالم بالعرق الحميري من يتابعها. على المركز السادس وسابع المراكز سرابه من هجن سيح السلام مع سهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي، وثامن مراكزنا تاتينا هنا الشاهينيه هجن العاصفه مع غياث الهلال المنطلقة بهذا الأداء المميز، بينما المركز التاسع، المركز التاسع الشامخة لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مع مختار بن أحمد، وعاشر المراكز الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى هجن الظبي مع الظبي المنطلقة بالصدارة المنطلقة بالمقدمة وبالمركز الأول. هجن الظبي التابعة لسمو الشيخ منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان بقيادة محمد بن حمد بن رغش لوهيبي من يتابعها على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، من تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة بهذا الأداء الجميل وهذا العرض الرائع هنا على أرضية هذا الميدان. تابعوا يا من تتابعون عبر الانستغرام هنا من يتابع هذا الانطلاق والأداء، وعبر دبي ريسنج أيضا الناقلة لهذا الحدث المميز. المركز الثاني تأتي الشاهينية هجن سيح السلام عبد الله بن ثعيل بالهايري من يقدمها أحد شباب الهباب. على المركز الثاني بينما المركز الثالث هنا المركز الثالث تأتينا النخلي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري. وعلى المركز الرابع الشاهينية في المركز الرابع هجن الزعبيل المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدمها. على المركز الرابع وخامس المراكز تأتينا الظبي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعيد المكتوم مع المتمرس عتيق بن سالم بالعرق الحميري. هنا هجن العاصفة مع غياث الهلالي، هنا غادرنا الكيلومتر الأخير. أعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود مع الظبي، نعود مع الشاهينية في الصراع هنا على المقدمة وعلى المركز الأول. الظبي المسيطرة على زمام الأمور وعلى المقدمة، انطلقت هنا بتحدياتها وإثاراتها على صدارة هذا الشوط. يا الظبي هنا على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، معلنة الفوز ومعلنة الناموس بهذا التحدي المميز الجميل ما شاء الله. إذن الظبي، الظبي تسيطر على زمام الأمور، تسيطر على الصدارة وعلى المقدمة. الظبي من هجن الظبي هنا التابعة لسمو الشيخ منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان ومع محمد بن حمد بن رغش لوهيبي على الصدارة، على
على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هذا الانطلاق والأداء المميز الجميل هنا وتحدياتها المتميزة. تهانينا تهانينا لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان. التهنئة لسمو الشيخ محمد بن منصور بن طحنون آل نهيان ولسمو الشيخ خليفة بن منصور بن طحنون آل نهيان على هذا الأداء المميز الجميل. شكرا شكرا أيضا لهجن الظبي من قدمت الظبي بهذا الأداء المميز الجميل. شكرا لمحمد بن حمد بن رغاش لوهيبي ولحظة وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني شاهينية هجن زعبيل. المركز الثالث الشاهينية هجن العاصفة. المركز الرابع وصلت هنا الشاهينية من هجن السلم. المركز الخامس الشامقة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد. ونعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى هجن الظبي وأداء الظبي أيضا وسجلها المميز الجميل بالإنجازات هنا والتحديات كما اعتدنا من هذا الشعار وشعار هجن الظبي بتحدياته وإنجازاته. التوقيت الزمني 6 دقائق 15 ثانية وستة من الأجزاء أو سبع من الأجزاء من الثانية. توقيت الظبي هنا بهذا الانطلاق 6 دقائق 15 ثانية سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا هجن الظبي تهانينا محمد بن حمد بن رغاش. وست دقائق 19 ثانية ستة من الأجزاء من الثانية. التوقيت الزمني للشاهينية هنا من هجن زعبيل بمتابعة راشد بن محمد بن سعيد بن مروجد. بينما الشاهينية من حلت ثالثا بست دقائق 20 ثانية تسعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة تهانينا غياث الهلالي.